هو التيبركيلوسيس او يسموه مختصر تيبي، يعني السل الرئوي. is a widespread infectious disease caused by a microorganism اسمه مايكوباكتيريوم تيبركيلوسيس. مايكوباكتيريوم تيبركيلوسيس. The disease transmitted exclusively by air droplet. يعني انت كطبيب اسنان قد ينتقل لك بكل سهولة اذا ما تاخذ الطرق الوقائية، يعني الجلوفز والماسك، لأنه يعني ينتقل عن طريق الاير دروبليت. انت التوربين مالتك يطير كل الاير دروبليت لوجهك، فلازم تاخذ كل احتياطاتك من تتعامل ويا هيجي مرضى. بور نيوتريشن، يعني واحد يقول ليش يصير بي تي بي؟ من الاسباب بور نيوتريشن، يعني فقر. General debilitating disease, AIDS, and certain respiratory disease such as silicosis. Silicosis هذول خاصة يشتغلوا بمصانع بها سيليكون، يستنشقوها لفترات طويلة. These are a most important predisposing factor. General symptoms, and the general and the oral. General symptoms, the initial symptoms are septal. يعني المريض قد ما يحس بها او ما يتوقع انه هذا مرض خطير مثل السل. These symptoms include تبدي يفقد الوزن، mild cough, anorexia, and fatability، شعور بالوهن او التعب. Then converted to a persistent cough، يقوم السؤال يستمر وياه. Accompanied by هذه مهمة طبعا بال تي بي، بلادي سبيوتم، يعني بلغم وياها دم. العلامات الأخرى المميزة بها afternoon rise in temperature ونايت sweats، يتعرق بالليل وبعد الظهر يبدي يصير عنده سخونة. Less frequently, the disease may develop as a generalized infection. لأنه هو عنده primary site اللي هو 90% هو اللنك، ولكن يقول بعض مرات نشوفه مو فقط باللنك، نشوفه منتشر بالجسم. هذه الحالة نسميها miliary tuberculosis. Miliary tuberculosis in which the disease spread or affect more than one organ. The most common organ may involve أن الكدني، liver، adrenals، uterus، skin، bone marrow and lymph nodes. The cervical lymph node، إذا شفنا tuberculosis بالcervical lymph node نسميها سكروثولا. اوكي الصغير وين هذا؟ اوكي الاورال سيمبتومز، الاورال ليجن ار ان انفريكوينت، يعني مو دائما نشوفه. Occurrence in TB and are observed more often in patients with advanced diseases. يعني بالمراحل المتقدمة. The oral lesion represents the spread of disease from the primary site. احنا قلنا primary site mostly هو اللنك. وبما انه المريض هذا عنده كف وسبيوتم بلغم. البلغم من يطلع من اللنك وين يروح؟ يمر عن خلال الفم وبعدين يتفلى، فيمر خلال الفم. البلغم هذا يحب بها التيبركيلوسيس مايكرو اورجانيزم، فهو عن طريقه قد دايركتلي او عن طريق البلاد او الليمفاتكس ينتقل الى الاورال كافيتي، ولا هي البرايمري باللنك.
Then the oral lesion represents the spread of the disease from the primary side, and this result by شنو الطرق اللي قد يوصل من lung للماوث. Contact of the oral tissue with the infected sputum أثناء مروره, خاصة هذا يصير باللسان dorsal aspect, or by hematogenous route, or by lymphatic separate. يعني قد يوصل عن طريق الدم أو lymphatics أيضا إلى oral cavity. The oral lesion begin as a small tubercle. إذا أريد نشوفه clinically, tubercle يعني حبيبة صغيرة, or pimple بثرة, that break down to form a painful ulcer. يعني بعد يوم يومين يتحول إلى ulcer. الألسر مالته شنو يمتاز بها؟ painful, painful ulcer. Surrounded by small tubercles, دائرة دائرة حبيبات صغيرة. The tongue and the corner of the mouth are the most common site involved, especially by the infected sputum. The dorsal aspect of the tongue and corner of the mouth. The lesion characterized by severe and remitting and progressive pain that interfere with the proper nutrition and rest. يعني بحيث ما يقدر يخلي لا ياكل ولا يرتاح الألم. إذا نسوي diagnosis investigation, إذا كان asymptomatic patient يعني بعده ما يحس إنه عنده TB أو أنت تشك لي, نسوي له tubercline test وناخذ له chest X-ray. Chest X-ray, هذا اللي كاتب بس X-ray, مقصود بها chest X-ray. إذا كان سيمتوماتيك يعني بلغم وقحة ودم, سيستميك سيمتومز نلاحظه وناخذ له اكس راي, ونقدر ناخذ سبيوتم سمير, ونقدر ناخذ إذا كان ألسر ما ألسر بالموت نقدر ناخذ له البايبسي ونتأكد إنه هذا تيبي أو غير شيء. TB treatment, anti-tuberculosis drugs, and the combination of drugs. أكثر شيء يأخذون أزونايزيد, ريفامبين, وبيراناميد, and إيثامبتامول, or ستريبتوميسين لمدة طويلة. طبعا قد يستغرق يقول لك من 6 إلى 8 أشهر العلاج. الثيرابي usually continue 3 to 6 months after culture conversion. انتشر طاب معي في العلاج وراها 3 أشهر ايضا استمر على العلاج. يعني اريد نوقف التي بي, ولا التي بي هو يعني حتى لو يطيب المريض يبقى مثل الدورمنت يعني يبقى باللنج ما يطلع. في اي لحظة قد يصير بها reactivation ورا سنة ورا 20 سنة لسبب أو لآخر, خاصة إذا كان له علاقة بال depressed immunity قد يصير بها reactivation. الباسيلاي الكيبي الصياد كوخي يسموه. بعد rest and good nutrition أثناء العلاج. As related to the dentist, إذا جاك هذا المريض, establishment of good oral hygiene يعني ما عدا يعني إذا هو جاي يقلع أو يحشي ما عدا هاي, أنت دائما تقول له لازم عندك good oral hygiene و elimination of all sources of irritation على مود ما يصير بها ulceration. يعني إذا كان اكو تروما الباسيلا يطب بسهولة على الأورال تيشو ويسوي يعني هناك نظرية يقول لك السبيوتم الوحدة ما يسوي أورال ليجن. احنا مو قلنا البرمالينج وقد ينتشر الى الاورال كافيتي, يقولون مو مروره كافي لحدوث الاورال ليجن اللي هو الالسر. يقول لازم اكو تروما او حتى مايكرو تروما عن طريقه يدخل الباسيلاي للاورال تيشو. دنتال كونسيدريشن, اذا جاك مريض بي تي بي patient with suspicious oral lesion يعني اذا شفت عنده ألسر وشكيت بهذا تي بي should be referred to a physician. ما تعالج انت يعني هاي الادويه اللي ذكرناها للان ما تعطيها انت.
for evaluation. Second, patient with a past history of active TB. يعني إذا قال لك يعني قبل 10 سنوات، قبل شهرين، قبل سنة كان عندي TB وصرت زين. Should be evaluated by physician to ensure has been achieved. يعني الطبيب يقول لك هذا نيجاتيف، يلا تبدي تشتغل الشغلات اللي قد يأثر عليه أو ما يستحق أنه تأخذ الاحتياطات القوية إذا كان نيجاتيف. إذا كان بوزيتيف لا والله تأخذ احتياطاتك كلها. But also an actively patient become infectious after 2 to 3 weeks. يعني بعد العلاج يصير non infectious of anti tuberculosis drug. However, universal infection control هذا نحكي عليه أنت بكل الأحوال، حتى لو قال لك هذا راح من الأعراض أو تقريبا طاب، أنت تأخذ ال universal infection control مثل العمل ويجي مريض. اللي هو الماسك جلوفز وقاوم. هسه انت المفروض بالعيادات على مود الكورونا مو بس التي في تلبسون الماسك والجلوفز والقاوم. يقول لك هذا كلش خطر. زين تسمعوني شباب؟ لو انا احكي وحدي واضح. اوكي. The second infectious bacterial disease عندنا السفلس، وقسم يسموه لويس. لويس هذا يعني على مود كانوا يفرقوه على غير مرض انتشر مكتب انجلترا بعدم الطاعون وغيره، فعلى مود يفرقوه سموه باسم واحد اسمه لويس. اوكي. It's a chronic infectious systemic disease with number of stages. اعتقد اكثركم عندكم معلومات عامه عن السفلس. هو السفلس او يسموه الزهري بالعربي عندنا acquired وطبعا congenital in general عندنا سفلس. والسفلس مو ستيج واحد، 3 ستيجز السفلس اذا ما لحقت الطيبه، يعني يمر بثلاث مراحل with intervening period of clinical remission. يعني واحد بي سفلس وما ياخذ علاج، بيها ستيجز وبيها intervening period، يعني فترة ما يروح منه الأعراض. ايش عبال المريض؟ عباله راح منه هاي المشكلة، ما يعرف هو سفلس، بس هو لا ما يروح، ياخذ فترة راحة ويرجع يسوي second stage، ياخذ له فترة راحة يرجع يسوي third stage. طبعا يمر بثيرد 3 stages and is caused by the spirochetes اسم الميكروorganism treponema pallidum. The infection occurs exclusively by venereal contact. By venereal contact يعني هو مو بسهولة ينتقل إليك أنت كطبيب أسنان، يعني ينتقل عن طريق السكشوال contact. In general the disease divided into two types. قلنا main types هو acquired والcongenital. الاكوايرد هذا اللي يمر بثلاث مراحل، اللي كونجنتال لا. الاكوايرد ان ويتش ذا انفكشنز ار اكوايرد باي سيكشوال كونتاكت، يعني انت تولد طبيعي وتعيش توصل عمر 10 15 20 نتيجه سيكشوال كونتاكت قد ينتقل لك المرض. اند از كلاسيفايد انتو 3 ستيجز قلنا، برايمري سكندري اند تيرشري ستيجز. ناخذ كل ستيج وشلون يبين. البرايمري سيفلس يعني برايمري ستيج it begin as a papule then develop to ulcer تقريبا مثل تي بي بابيول بعدين يتحول الى ulcer which is slightly raised الالسر raised firm round and indurated with rolled raised edge شكله مخيف raised يعني مرتفع firm قوي مو soft round indurated مثل يعني بالحافات عالية وبعدين صار مثل الحفرة وقوية
يعني من يسوي بالبيشن الشوفه فير وقوي. Vary in size from 5 millimeter to several centimeters in diameter. It usually painless. بتيبي painful وبروجريسيف painful، يعني يوم ور يوم يزداد الالم بالالصر مالت التيبي. هنا بس painless ما بي الم، ألصر without pain. يقول painless unless super infected، الا اذا صار بها another infection أو bacterial infection. The lesion known as هذا ال primary stage الألسر نسميه شنكر، اسم الألسر شنكر. The شنكر occurs as the site of the entry of treponema pallida. الشنكر يطلع من المكان اللي دخل منه مباشرة. أوكي؟ يعني ما ال primary stage الألسر يطلع يظهر في المكان اللي دخل منه المايكرو اورجانيزم. بما انه المرض سكشوال فموستلي وين راح نشوفه؟ لو بالجينيتاليا او بالماوس. بالماوس اذا كان اكو يعني 6 اورال 6 هذه انتقلها راسا نتيجه دخول، ايضا نتيجه دخول طبعا يكون بسبب وجود مايكرو اورجانيزم والانزيم. It may occur any time from 10 to 19 days after exposure. يعني الألسر يبدأ يظهر خلال 10 أيام إلى 3 أشهر، مو شرط يعني يبدأ يظهر من يوم دخول. ولكن but the usual time is with 3 to 4 weeks. أكو ناس يطلع عندهم وراء 3 أشهر، أكو ناس وراء 10 أيام، ولكن الأغلبية after entering the microorganism يبدا يظهر الشنكر والألسر من 3 الى 4 اسابيع. The lesion spontaneously disappear هنا قلنا عليه without therapy بدون اي علاج after about 10 days. يعني هذا الألسر الشنكر يبقى maximum 10 days، بعد ذلك severe remission اختفي giving the patient a false sense of security، ينطي انطباع للمريض بانه هو طاب ويشعر بالامان. اوه همزيت خلصت ماي نايد، هو يعتبر خاصه هو painless. اوكي. The region associated with firm enlarged non-tender regional lymph node يصير ويا نف ادينوباثي. ملاحظة not all patient with primary syphilis develop شنكر، مو شرط كل المرضى يظهر عليهم الشنكر، هذا أيضا مشكلة. يعني يمر بالسكند ستيج بدون ما يشوف البرايمري ستيج، هو صاير دخول للمايكرو أورجانيزم بس ما صار عنده هذا الشنكر وما شنكر، وورا فترة صار عنده السكندري ستيج. السكندري ستيج after entering the organism proliferate and separate by blood stream to produce lesion elsewhere. احنا قلنا primary stage يظهر في مكان الدخول بعد ما يطيب ويروح، مو يطيب بعد ما يختفي، من يرجع بالsecondary stage ما يطلع بنفس المكان، يطلع باي مكان بالجسم الليجن مالته. The secondary lesion usually appear within 3 to 6 weeks after the primary one. 3 to 6 weeks after the remission يعني من اختفى الألسر بعدها قد يظهر من 3 إلى 6 أسابيع secondary lesion أو secondary syphilis. Their location is not related to the site of the primary lesion. هذا الحكي تعليق يظهر في أي مكان آخر. ينتقل عن طريق البلد المايكرو اورجانيزم ويسوي له مشكله في مكان اخر. On the skin it appears as a fine macular or papular rash. اوكي. على الجلد اكثر شيء. Fine macular or papular rash sometimes accompanied by alopecia. تساقط بالشعر في المكان. On the mucosa بالماوث appear as small smooth erythematous area. ما
مناطق احمرار ولكن بريء الشكل مالته سمول سموث اور سوبرفيشالي جريش وايت ايروجن. هذه الليجن بالاورال كافيتي سكندري ستيج نسميها ميوكس باتش. البرايمري سميناه شنكر، السكندري نسميه ميوكس باتش. ميوكس باتش اللي هو يظهر على شكل اريثماتوس اريا سموث، اريثماتوس اريا بالاورال كافيتي. اوكي. Mostly هذا الميوكس باتش اكير اون ذا بينس العفو اند اورال كافيتي اند از هايلي كونتيجيوس. هذه المرحلة اللي تنأدي به بكل سهولة انت كطبيب اسنان. طبعا هنا أنا بدون سكشوال كونتاكت. السكندري ستيج اذا عندك ميوكس باتش بالاورال كافيتي وعندك مايكرو تروما انت بايدك قد ينتقل لك السفلس بدون سكشوال كونتاكت. دير بالك. يعني هي المشكلة وين؟ المشكلة من تروح الطبيب سفلس هو رأسا يشك انه هذه نتيجة سكشوال كونتاكت. واحنا مجتمعاتنا شوية يعني يخجلون من هاي السوالف. فانت طبيب اسنان يصير بيك سفلس وانت ما مسوي سكشوال كونتاكت فتنحرج يعني. فدير بالك ايضا بال كنترول يونيفرسال كنترول ميجر، يعني دائما احمي نفسك. اوكي. نوتا بين سم تايم ذا ديزيز مي بريزنت اونلي وذ فيفر بالسكندري ستيج اند جنرايز لنف ادينوباثي. يعني ماكو لا ميوكس باتش ولا هم يحزنون، فقط المريض بالسكندري ستيج قد يعاني فقط من فيفر اند جنرايز لنف ادينوباثي. التيرشري سيفلس هو الديستركتيف ستيج، يبدي يدمر الانسجه. This stage characterized نسميه ليجن مالت نسميه جاما by the gamma lesion which is a chronic destructive granulomatous process. يعني بالمكان اللي يظهر بالتيرشري ليجن يدمره. يعني مثلا اذا طلع بالتنج يشوف التنج مزروف ياكل اكل، اذا طلع بالبلد يسوي destruction in mucosa للبون، يسوي communication بين الأورال كافيتي والنوز وهكذا يدمر. Can occur anywhere in the body including the oral cavity especially the palate tongue. أيضا قد يحصل outside the oral cavity بالcardiovascular nervous system produce serious damage destructive process. يعني المكان يطلع به يدمره يهدمه يفلشه. يا يعني خطورة السفلس اني ما ياخذون علاجات نتيجة قد يكون حرج. بس يقول جزء يقول يستحي يروح يقول انا عندي سفلس، بس هو اذا عافى يدفع ثمن كبير بعدين. يعني يأثر حتى على النيرفس سيستم مالته والكارديو فاسكولار سيستم. زين. الكونجنتال سيفلس اللي قلنا انه برايمري 3 ستيجز. الكونجنتال اللي هو الطفل ينصاب من الام بدون اي ذنب. In this situation the infection transmitted from mother to child and utero and it manifested within the first second year of life. يطلع عليه علامات السفلس في السنة الأولى من عمره أو السنة الثانية. The classical symptoms include شو نعرف هذا عنده congenital syphilis هذا الطفل. أكو شيء نسميه Hutchinson's triad ثلاث علامات. هذا واحدة من عندهم affect the central teeth وواحدة molar والثالثة يصير له بالإذن له بالعين. بالسنترال يصير شكله نسميها سكرو درايفر توث او سكرو درايفر سنترال. يصير شكله مثل الدرنفيز. اذا شايفين الدرنفيز مالتنا هذا اللي نفتح به البراغي مو المربع، الدرنفيز العدل هو هذا يسموه سكرو درايفر. سكرو درايفر يعني درنفيز. Which involve maxillary central incisor with notching of the edge and tapering. يعني بدل ما نشوف الكونفكسيتي نيجيالي وديستري راح نشوفه نازل عدل على الانسايزر ايج يشبه الدرنفيز.
أنا ما بخلي صورة هنا، تقدرون تطلعون هاي الصور كلها باليوتيوب أو غير موقع. وبالإنسايزر إيج مالت السنترال أكو نوت، يعني مثل نص حفرة بالسنتر بالإيج أوف دي سنترالز. ملبري مولر العلامة الثانية، يعني نشوف المولر المفروض بها 4 إلى 5 كسب، نشوف لا بها نيومرس سمول كسب، نشبهها بالتوكي كأنما سطح التوكي أو الفراولة، نشوف بها 10-15 سمول كسب المولر، نسميها ملبري مولر اللي هو بمعنى الأرز أو ما أدري التوكي الملبري. بالإضافة إلى هذا المريض قد يعاني من ديفنيس أو انترستيشيال كيراتايتس، هذا نسميه هاتشنسنز تريت ثلاثي. أذر أبنورمالتي بالإضافة إلى هذا الطفل من إيش يعاني؟ أندر ديفلوب ماكزيلا هاي بلد، يعني سقف البلد يكون فري هاي، بدل نوز النوز مالته يكون كونكافيتي قوية، دي ديش أبييرانس أوف ذا فيس، يعني أيضا وجه، يعني نشوف البروفايل مال وجه لاترال فيو شوف ايضا قوس مقعر. Diagnosis primary syphilis may be diagnosed by take exudate from the lesion and examined for the presence of the microorganism under a dark field microscope. ناخذ مسحه من الالسر او الميوكس باج او الجاما ونفحصها، نسميها احنا دارك فيلد مايكروسكوب، نطفي يعني مكان مظلم المكان ونشغل عليه لون يعني تقريبا جرين لايت على مود الميز السبايروكيت. السكندري ستيج كان ديبيند اون ساين اند سيمتوم ان اديشن تو بلاد تيست. التريتمنت مالت السفلس انكلود بنزاثين بنسلين كريستالين بنسلين تتراسايكلين اند اريثروميسين. طبعا هاي مو كومبينيشن، شوف ما مسوي علامات يعني بلس زائد، حسب يعني تقدر تستخدم اي واحد من هذول. The specific agent الدرج اللي تستخدمه and route frequency of administration and dose vary according to the stage. هذه فقط للمعلومات لانه مو شغلتك. احنا قلنا بالبداية هذول كلهم يحالون ويا التي بي ايضا الى الفيزيشن، بس كمعلومات عامة أنا متفتهم إذا قال لك شيء الطبيب قال لك مثلا هذا فلان ستيج وده يعاني من فلان شيء أجل لشغلات المومة، أنا مدتها تعرف شنو القصة ولا أنت ما مسؤول، بس إذا شكيت بي تأخذ ترسل للطبيب مالته أنا مود يتأكد هو من إيش يعاني بالضبط وشنو حالته. إذا رجع لك بوزيتيف انت شو تسوي كدينتست؟ يو وين يو سسبكت فور سيفليتيك ألسر اور ليجن يو شود ايفالويت سيتش ليجن وذ جلوفز وين بيرفورمينج اكزامينيشن اور ديليفرينج تريتمنت. بيشنت تريتمنت مو مال سيفليس، مال دينتست، يعني تسوي له حشوه او هي فتاخذ هذه الاحتياطات. ارجع اكرر انت ما تعالج هاي الامراض، ما مو مسؤوليتك وما مسموح لك اصلا، لا تعالج سفلس ولا تعالج تي بي، انت فقط اذا شكيت refer the patient to the physician. Patient with a history of syphilis قال لك انا كان عندي سفلس must undergo a serological test for syphilis prior to dental treatment. ايضا مو انت المسؤول عليه، التيست يسويها الفيزيشن. Patient who are found to have positive serological test should refer for medical evaluation. ولا روح بابا اخذ علاج السفلس الا اذا عنده شغلات الارجنت، الم شديد ما الم شديد تحاول تخلصه منه وتاخذ الكنترول ميجر بروفلاكسس. زين الثيرد انفكشيوس باكتيريال ديزيز، يعني نوعا ما مو خطر، هو ان الاكتينومايكوسيس caused by gram-positive anaerobic bacteria. Actinomyces israeli اسم البكتيريا. سامعي بي actinomycosis قبل؟ بالرابع بالثالث؟ اي دكتور سامعين بيها.
وين؟ سماع بالباثولوجي، نوع من الفطريات يعني. جنرال الاورال، لا لا، الأورو نوع من شنو قلت؟ نوع من الفطريات، أشبه بالفطريات هي. لا، مو فطري، هذا بكتيريا. اذا نقول لك بكتيريا، بكتيريا انفكشن، فطريات يعني فنجاي. يعني يا دكتور قصدي البكتيريا هي يشبهوها بالفطريات اللي هي المايكوسيس. لا، هي هذا مو انها بكتيريا، هذا بكتيريا. لا، انت قمت تخفض بين كلمتين، بين الفنجاي وبين النورمالي انهابيتد مايكرو اورجانيزم. هذا اكتينومايكوزيس هو من النورمال فلورا، يعني موجود بحلقنا كلنا، بس هو احنا نسميه هاي اللي هو نن باثوجينيك. هسه اني وانت وكلنا عندنا بحلقنا اكتينومايكوزيس، اكتينومايسيس قصدي، البكتيريا موجوده اللي نسميها نورمال فلورا، موجود هاي بالمعده وبالامعاء، بس هذولي نن باثوجينيك. بس يصير اي فرصة للاستغلال يستغلوا، نسميه opportunistic micro organisms. اوكي، producing multiple abscesses يعني clinically outside the oral cavity، طبعا يعني بالسكن اوف ذا فيس، يظهر على شكل multiple abscesses and the pus often contains sulfur granule، ويطلع منه pus discharge. اذا ناخذ هذا الباص ونشوفه هيك على جوزه بالضوء، نشوفه بيها حبوب لماعيه، يعني بيها بريق يسموه سلفر جرانيول. هنا هذا اللي قلته قبل شوي، ذا مايكرو اورجانيزم اللي هو اكتينومايسيس انهابت ذا اورال كافيتي نورمالي، موجود في الاورال كافيتي نورمال. عندنا 400 الف بكتيريا في او مايكرو اورجانيزم، ما نريد نقول بكتيريا، 400. هاوفر، هذا اللي حكيته قبل شوي، اوف بورتال اوف انتري هاف بين كريتد ان ذا ميكوزا ايذر باي تروما اور باي توث اكستراكشن، دي مايكرو اورجانيزم ويل بنتريت ذا اندر لاينج ميكوزا اند مي ريتش ذا جو بون. طبعا هو يسوي بون انفكشن leading to osteomyelitis، التهاب العظم. The submandibular area is most commonly engulfed، أكثر شيء يظهر ويا اللور مولرز بالسكن outside the oral cavity region، multiple sinus و discharge silver granule. إذا المايكرو أورجانيزم هو normal inhabitant of the mouth، كنا هسه بحلقنا هذا المايكرو اورجانيزم، ولكن يقول اذا شاف اي فرصه للدخول تحت الميوكوزا يدخل ويروح يم العظم ويبدي يفلش وياكل بيه. هذا نسميه opportunistic مايكرو اورجانيزم، يعني استغلالي، يستغلك انت موفر الاكل والشرب والمنام، رغم هذا باي لحظه يهجم عليك ويستغلك. The lesion start as a firm swelling، بالبداية يكون على شكل swelling قوي hard which eventually becomes soft and pus discharge with multiple sinus. يعني pus discharge مالته مو من مكان واحد، نشوف من ثلاث اربع خمس مكانات تصير discharge، واحد مفصول عن الثاني بمليمترات. The diagnosis history and clinical appearance، clinical appearance مالته يعني characteristic من يشوفها multiple abscesses discharge، تقول هاي 99% actinomycosis. تي تتاكد كلش سوي تشيو سمير انا من اشوف المايكرو اورجانيزم، والشيء الثالث جيب الجوزه وحاول اشوف السلفر جرانيوس بالضوء، خاصه ضوء الشمس. treatment long acting and high dose of penicillin or tetracycline. أنا هنا خلصت المحاضرة، إذا عندكم سؤال تفضلوا. دكتور بس بلا زحمة، الملف ما كامل للأخير يعني، مو الثلاث أمراض موجودة. يا ملف
الملف اللي نزلته قبل شوية. ال بي دي اف المايكوسيس ما موجودة. البي دي اف ايه هسه اتاكد اذا ما بي انزل بي هذا الباوربوينت وبعدين انزل اليوتيوب، يعني يصير عندكم ثلاث. تمام. راح اشوف البي دي اف اللي بالجهاز، هذا البي دي اف بالدرايف، خليه اشوف بالجهاز اذا هم نفس الشيء انزل لكم هذا الباوربوينت، هذا الباوربوينت بيه كينومايكوسيس، وبعدين نزل اليوتيوب. بعد منو عنده سؤال؟ يلا الله يعطيك.